اليخت الشمالية ديالها جميل. هذا هو مكان القيادة المجموعة ديالنا. حنا فوق البحر، يعني هنا مكان ديال القيادة. ياك القبطة ما غيعزل كاع حفظ ربي، الله يبارك فيك. دانا قادير يكون في باهرة الناس كاتين هي إلى قادير. جميل والله كما كتشوفوا الجمالية ديال البحر. قادير راه هو ايه دائما مع اخوكم عبد الله جديد هنا في اليخت. بارك الله دائما مع الجديد ان شاء الله، وحنا فوق البحر الى الامام ان شاء الله، ودائما الى الامام. اخوكم عبد الله جديد قريبا ان شاء الله في حله جديده بجد الله ان شاء الله. غادي تشوفوني قريبا بصوت وصورة إن شاء الله اللي كتواكب هاد العصا إن شاء الله. حوارات فنية، أخبار نجوم، مهرجانات استضافة الضيوف إن شاء الله. أخوكم عبد الله جدود قريبا إن شاء الله على قناة عبد الله جدود وعلى صفحة عبد الله جدود. بدا ان شاء الله ملي يفوت هذا رمضان ومع الصيف ان شاء الله والجولة أوروبية ان شاء الله، غادي تشوفوا اخوكم عبد الله جدود في حلة جديدة ان شاء الله قريبا دائما مع اخوكم عبد الله جدود. الشي جميل بحر بارك الله اكادير والعطلة. يعني هذا هو قال لك واش جبنا الحوت يعني غروب الشمس. شوفوا كتشوفوا غروب الشمس. غروب ديال الشمس الروعة والجمالية. والمدخل ديال مدينة أكادير الله الوطن الملك. هاد التيليفريك راه كتبان لي الجمالية ديال أكادير. بارك الله على الأبواب ان شاء الله. رمضان مبارك سعيد ان شاء الله للجميع. ما بقى رمضان والو ياك، كاينه شي شهيوات شي شباكيات شي سلو ضروري. هاد الحادقه واقيله ياك كطحتي ولا واقيله عند هادي كاين شي سلو الشباكيه ضروري ياك. ان شاء الله نجيو نفطروا عندكم شي نهار ياك ان شاء الله. اذا غنقولوا جميع رمضان جميع رمضان مبارك سعيد الى اللقاء ان شاء الله. الا كاين التشجيع ان شاء الله راه ممكن تشوفوا في القناه ديالي واحد العدد كبير من اشياء قريبا عاجلا ان شاء الله. اذا عبد الله جدود ان شاء الله كيتمنى لكم رمضان مبارك سعيد ان شاء الله. حنا فوق هاد الفارخة ولا هاد اليخت ما بقى الى رمضان الا 4 ايام. وبهاد المناسبة كنقول لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالهنا والسلامة وبالرزق ومغفرة الذنوب لنا ولكم ان شاء الله. مورا رمضان راه كاين المهرجان الثاني، كاين المواسم الدينيه ومواسم تجاريه الاعراس. وكنرحبوا بالجاليه المغربيه ان شاء الله اللي غادي تدخل استضافه ديال هذه السنه لعيد الاضحى. اذا عبد الله جديد ما بقى لي يقول لكم الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله. اخوكم عبد الله جديد كيبداكم وكيقول لكم الى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله. إحنا في إن شاء الله قريب سنة العطلة ديال مارس وإن شاء الله نبقى رمضان إلى 4 أيام. كنقول لكم رمضان مبارك سعيد إن شاء الله كيف ما قلت لكم مورا رمضان. عبد الله جدود قناة عبد الله جدود وصفحة عبد الله جدود في حلة جديدة إن شاء الله. إذا إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله مع أخوكم عبد الله جدود.